صباح الخير لكم مجددا أصدقائنا المشاهدين. اللقاء الأول رح يكون لليوم عبر تطبيق زوم. بصرنا رحب بالدكتور الأسيس النائب إدغار ترابلسي يلي رح يكون معنا. يعني هيك اليوم فرقنا في بيناتنا شاشات ومسافات، دايما تعودنا على إطلالته باستديوهاتنا. منقول لك صباح الخير أسيس. صباح النور لك وللمشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا فيك، وكيفك اليوم؟ إن شاء الله كل شيء تمام. أنا منيح، أنا بحييك من الشمال. من الشمال، تحياتنا لكل أهالينا بالشمال ويلي بيتابعوا دائما الأو تي في ويوم جديد من الشمال، بنوجه لهم أخلص التحيات. أسيس، حكينا بالحلقة الماضية عن مشيئة الله، كيف منعرف مشيئة الله، كيف منمشي بمشيئة الله، علما أنه نحن أوقات بنكون ضايعين بالحياة وما بنعرف شو بدنا نعمل. بدنا حدا يرشدنا، بدنا حدا ياخذ بايدنا، اوقات ظروف الحياه بتحطنا باماكن نحن ما بنعرف ناخذ قرار وبنكون ضايعين، عم نكفي الموضوع يلي بلشناه حضرتك وانا الاسبوع الماضي، فكيف بتحب نكمل هيدا الموضوع ولكل ضايع بالحياه وتايه شو بنقول له؟ الموضوع بغايه الاهميه والليل بفكروا فيه، بحاجه لنصح الانسان بس ما بيقول شو مشيئتك يا الله، مع انه نحن كمسيحيين بنصلي نقول لتكن مشيئتك. ليه اللي بيجوا بيسالوه بالتمام بقضايا حياتهم شو هي مشيئتك من نحو اختصاصي، شغلي، زواجي، بيتي، عملي، في كثير اشياء بنوقف على مفترق طرق وما بنطلب مشيئه الله. الاسبوع الماضي حكينا هل نطلب مشيئه الله وشفنا انه يعقوب اخو الرب بيقول ما حدا يقول انا بروح على هالمدينه قلتلك واتاجر واعمل واربح، انما اقول بيقول بينصحنا ان شاء الرب وعشنا. هلا قلنا اهميه ان نطلب مشيئه الله، واليوم بدنا نبلش كيف نطلب مشيئه الله وكيف نعرفها. اوكي انا مشيئته، بس انا كيف بعرف شو هي مشيئته؟ هيدا السؤال يلي بدنا نعالجه. هل الله عنده مشيئة الناس وبيعلنها لألون؟ هون الجواب هو هل الله عنده مشيئة عامة لكل الناس بشكل عام ومشيئة خاصة لكل إنسان؟ لما منشوف بولس الرسول يلي كان رايح على طريق دمشق لاضطهاد المسيحيين وظهر له المسيح، بعثوا لعند انسان اسمه حنانيه في دمشق، وهيدا الزلمه اللي هداه او علمه او ارشده على الايمان المسيحي بشكل دقيق، بيقول له اله ابائنا انتخبك لتعلم مشيئته ولتسمع صوتا في فمه. فهون بنشوف انه الله عنده مشيئه خاصه لكل انسان، والله اله الاعلام، اله متكلم. بس المهم ان احنا نساله شو مشيئتك لإلي؟ شو مشيئتك الخاصة لإلي؟ خاصة لما بوقف على مفترق طرق. هلا في اشياء ما بدها هالقد، مش بالضرورة نسأل شو مشيئتك، فمثلا بالطبيعة لازم أنا نام، ما بيصير ضلني يومين بلا نوم، مشيئته لإلي إني نام، مشيئته لإلي إني آكل كإنسان، كلنا لازم ناكل، كلنا لازم ننام، كلنا لازم نشرب. هولي مشيئة عامة، أما الموضوع اللي هو لازم نعرف مشيئته لأن هو بالمواضيع الخاصة، نعم الله عنده مشيئة خاصة لكل إنسان، والإنسان المخلص بيروح بيسأله وبيطلب، وبنشوف إنه الله يتكلم والله يعلن عن مشيئته للإنسان. طيب أسيس، شو لو الإنسان ما عرف يطلب هالمشيئة أو ما عرفها أو ما حب يعرفها؟ أو يمكن كان متفاني لمشيئة تانية وليس مقر بمشيئة الله. في هيك بصير، الناس غالبا ما بيعملوا مشيئتهم. كان في تصادم بكل معنى الكلمة بين مشيئة يسوع ومشيئة أورشليم. كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنتم لم تريدوا. كان في تصادم بين مشيئتين. هنا حنرد على الأصحاب، منرد على الشيطان، منرد على الأهواء والشهوات، بس ما منرد على الله.
نعم قال له إذا كنت حكيم فأنت حكيم لنفسك، إن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. لازم نحن نطلب مشيئة الله، ما نستخف فيها. الله هو الحكيم والكم، وهو العقل الأسمى، وأنا هو خالقي. الأفضل لإلي إني أسأله شو بتريد لحياتي، والله أعلن حياته. في عنا كثير من إعلاناته، بنشوف آدم، نوح، شمشون، داوود في العهد القديم، إبراهيم، موسى، بعدين زكريا، يوسف، مريم، بولس، بطرس، لأنه الله عم يحكيهم. نعم الله عنده مشيئة خالقة لنا، فنحن لا يجب أن نكون أغبياء بل فاهمين مشيئة الرب. طيب أسيس، عمليا نحن كيف منكتشف مشيئة ربنا؟ يعني نحن دايما بدنا دليل لنكتشف هيدي المشيئة، ولا من خلال حياتنا العادية، من خلال حياتنا اليومية، من خلال شو بيصير معي ومعك ومع زملائي ومع ومع أهلي ومع ومع، بكتشف فعليا وبتكون هيدي القصة ملموسة؟ يعني بكتشف بطريقة ملموسة مشيئة ربنا؟ نعم. اليوم يمكن ما لح اخذ كل الطرق يلي الله بيعلن مشيئته لنا، لكن بدنا نبدا بالقول انه مثل العلم هو متدرج، وبنطلع درجه درجه. اكتشاف مشيئه الله متدرج وبنطلع درجه درجه. اول درجه بدي احكي عنها هي ثق انه الله عنده مشيئه صالحه لإلك. اول شيء قبل ما نحن بدنا نكبس زرار، نحن بدنا مثل الفاندينج ماشين بدنا نكبس زر يطلع لنا لوح شوكولا. لا، مش هيك. انا اول شيء يجب ان اثق انه الله عنده مشيئه صالحه لإلي. بيقول الرب: لاني عرفت الافكار التي انا مفتكر بها عليكم، يقول السيد الرب، افكار سلام لا شر، لاعطيكم اخره ورجاء. بدي انا اوثق انه عنده مشيئه منيحه حلوه لإلي صالحة، وما اتكل على مشيئتي فكري. اعرف انه انا ضعيف، محدود القوى الذهنية والفكرية وكل شيء، وانا بحاجة لمين افهم مني سندني، هيدا الله. فهون بدي بلش بالثقة. الايمان يبدأ بالثقة. فاول شيء لازم انا رجلش مخي انه الله منيح والله صالح ومحب للبشر، والله عنده مشيئة صالحة لإلي، حتى اجي لعنده واطلب منه مشيئته، وحتى هو يفصح عن مشيئته لإلي. نعم. أسيس، هل مزبوط بالصلاة إذا تبعنا الصلاة ومن كل قلبنا، مش الصلاة يلي هي عبارة عن التمتم وإنه إيه والله رحنا زرنا الكنيسة صرنا يعني قديسين، إذا صلينا من كل قلبنا وإذا اتبعنا الكتاب المقدس، يعني نحن عم نتبع مشيئة الله؟ أول شيء إلنا بدنا نوثق إنه الله عنده مشيئة صالحة لإلنا. ثاني شيء بدنا نوثق إنه الصلاة هي الأداة حتى نعرف مشيئته. بدي أجي أطلبها منه، لما أقول له لتكن مشيئتك، في صلب الصلاة الربانية فيها الطلب الأساسي، لتكن مشيئتك. المسيح ما قال هالطلبة إلا لكونه عارف، يعني ما علمنا هالطلبة إلا لكونه عارف حاجتنا لإلها. كثيرين بدهم إرشاد وما بيعرفوا من وين بدهم يجيبوا، بضلوا حائرين. فأنا صح. بدي أجي أطلب من الرب. علمنا أن نصلي لتكن مشيئتك، ويكون لنا الاستعداد أنه إذا سمعنا مشيئته نعمل فيها. يعني إذا أنا أحيانا بيجي واحد بيسألني شو لازم أعمل هاي وهاي، بقول له إذا قلت لك بتعمل، فنحن منروح نطلب من الله، بس ما بننطره أول شيء تجاوب، نحن بنطلب ومنفل. وإذا إجا الله ليعطينا مشيئته ما بيلاقينا، وإذا أعطانا مشيئته ما عجبتنا ما بنعمل فيها. عندنا مشكلة بهذا الموضوع، ما بنطلب إذا طلبنا ما بننطر تنعرف مشيئته، وإذا أعطانا مشيئته ما بنعمل فيها. فهون مشكلة. أنا بدي أتذكر إنه إن طلبنا شيء حسب مشيئته يسمع لنا، بدي أطلب وقول له أنا بدي مشيئتك وبدي أعمل فيها. نعم. أسيس، هون العقل والتفكير الصائب والتفكير يلي بيكون بمحله، هل ممكن يقودنا إلى مشيئة ربنا؟ يعني إذا فكرنا بعقل وبتفكير صائب، هل ممكن نقدر نكتشف مشيئة الرب؟
أول أسيس. شيء حكينا عن الثقة بالرب، أول درجة، ثاني درجة أو ثاني خطوة هي أن نصلي. سألتيني قبل هالسؤال عن الكتاب المقدس. نعم، الكتاب المقدس عنده مشيئة لنا، بس يمكن مثلا الكتاب المقدس ما بيقول لي أي اختصاص أعمل، أو نعم الكتاب المقدس ما بيقول له للشاب اللي عم يفتش عروس أي بنت يختار، بس عنده مبادئ عريضة لموضوع الزواج، وعنده مبادئ عريضة لموضوع العمل. فلازم انا افكر بحسب هالمبادئ يلي بتشكل الجسم الاساسي للاخلاق في الكتاب المقدس او للقيم. فانا بدي التزم هذه القيم واطلب بموجبها، والله بيرشدني. هلا العقل ضروري، ما في شيء اسمه تغييب العقل، انه انا بصلي وبعدين بيظهر لي ملاك وبيقول لي روح لمول. يمكن الله عم يستخدم العقل كمان، لأنه الله خلق إنسان عاقل حتى الإنسان يبحث ويفكر بالموضوع اللي عم بيصلي لأجله، ويفكر الله شو بيريد. وهيك الله بينضجنا من خلال تشغيل عقولنا. وهون بيقول إن شاء أحد أن يعرف مشيئته يعلم، أو يعرف التعليم، في هون شيء بالدماغ بالعقل بالفكر بالذهن. والله خلق الإنسان على صورته مفكر. نعم فنعم الله بيعطينا إجابات بأفكارنا أحيانا، علما أنه أفكارنا مشوشة، بس الله بيستخدم العقل بكل تأكيد. وأنا بدي أقول شيء في موضوع استخدام العقل، لازم أنا الموضوع اللي عم صلي وأطلب أعرف مشيئة الله تجاهه بلش أقرأ عنه، مثلا ابحث اطلع، عنه، يعني يصير عندي روح معرفة شوف عنه. الناس اللي عندهم بدي شوف الناس اللي عندهم الاختبار نفسه، شو صار معك، خبرني كيف واجهت هالموضوع. واحيانا الله بيكلم الناس من خلال الناس. فالمشورة بغاية الأهمية، في شيء اسمه مشورة، استشارة، الله بيساعدنا من خلال غيرنا. الإنسان يقول الحديد بالحديد يحدد، والإنسان يحدد وجه صاحبه. فكتير مهم إنه نحن نستشير. ما في بالعالم الديني أحيانا شيء ما بينفهم. سوري نعم بدي أقول للإخوات إنه واحد يعني ما بيشغل عقله أبدا، بس بيقول لك أنا عم صلي وناطر الله يحكيني، مثل كأنه الله بده يظهر له، مثل ما ظهر لزكريا أو ليوسف أو لمريم العذراء. مش كلنا عندنا هيك بريفيليج، ولكن صحيح كلنا الله أعطانا إنه نحن نفكر ونبحث. وقال بالمقاصد تثبت المشورة وبالتدابير تعمل الحرب. فبقى نحن بدنا نفكر ونبحث ونسأل ونحلل ونستخلص، والله بيكون هيك عم يشتغل كمان من خلال العقل. نعم أسيس، مشيئة ربنا بتجي حسب وضع وشخصية كل إنسان، يعني أنا مشيئته بتكون معي شيء، حضرتك بتكون معك شيء تاني، حدا غير بتكون شيء تاني، يعني حسب شخصية وظروف ومعطيات كل شخص. في شيء منه. نعم صحيح. قلنا أول شيء بدي أسأل الله إنه عنده مشيئة صالحة لإلي، بدي أطلب بإيمان، بدي شغل العقل، وبدي أفكر بالأشياء بواقعية كمان. فمثلا يمكن شاب صغير اللي أنا بحب كون طيارجي، أو أنا بحب أطلع على القمر، بس هو مش شاطر بالرياضيات وما عنده القدرة. الله ما خلقه يكون شاطر بالرياضيات والفيزياء، فكيف بده يطلع على القمر؟ أو كيف بده يكون طيارجي؟ أو كيف بده يكون مهندس إذا هو الله خلقه بمواصفات وكفاءات معينة؟ ما بيقدر إنه يكون الشيء اللي هو عم يحلم فيه. لازم واحد يفتش كمان هو شو. فهون بتجي النصيحة: لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقل حسب ما قسم الله لكل واحد منا. فلازم نعم نكتشف حالنا. اعرف نفسك، حكمة كثير قديمة. وأنا وعم بصلي لمشيئة الله بصير بعرف إذا هيدي لإلي ولا مش لإلي. علما أنه في ناس كثير بيخففوا من قيمة نفوسهم، بيحتقروا نفوسهم، بيكون عندهم ملكات وكفايات كل صح شيء، بس ضعاف تجاه احترامه لنفسه. ولكن عادة ما الله بيكشف لنا المشيئة تبعه من نحونا بتوافق وتناغم
مع شخصياتنا وقدراتنا، ما بس بيعطينا أسيس، الله شيء مش لإلنا، كل واحد الله بيعطيه يلي لإلنا. عفوا عن المقاطعة، بس حتى لو عطاني ربنا شيء أنا ما حسيته بالوقت الحالي مناسب، هل ممكن يكون ضد قناعاتي ولكن لتكن مشيئتك، وبعدين بالمستقبل اكتشف أنه مشيئة ربنا كانت هي الأصح، وأنا حتى لو كان شيء يمكن ما بدي أو ما برضى عنه أو مش هيدا مساري، بس أنا مشيت مع الرب وكانت مشيئته وهيدا صار شيء كتير منيح بالنسبة لألي للمستقبل؟ اي انا بشكر بالحقيقه. نعم احيانا الله بيعطينا مشيئه غير اللي نحن بدنا اياه، لانه احيانا نحن بدنا الله بس يوافق لنا على المشروع. يعني لما بنيجي بنصلي بنحط قدام الطلب بنقول له مضيري وافي، هيدي مش طلب مشيئه الله، يمكن الله بده شيء ثاني. انت هلا اثرتي لي بذاكرتي بعض المواضيع، يونان النبي الله قال له روح شرقا هو راح غربا، فاضطروا بعدين هاج البحر كبوب البحر ردوا الحوت على الشرق يرجع شرقا الى بابل. او مثلا بتلاقي بولس الرسول كان ناوي يروح لمكان ومصمم، بعدين حط الله عقبات بدربه. المسيح لما واجه الصليب قال له ان امكن ان تعبر هذه الكاس، قال له لا، بالاخير لتكن مشيئتك لا مشيئتي. بطرس الرسول كان رافض انه مشيئه معينه للمسيح، فقال له المسيح لا، انت بدك تتعلم انك تخضع لمشيئتي. ف ايه انا بكتشف هالامر، وليش بعدين ما يعود ينفع الندم؟ نعم. لا خليني اتجاوب، اذا كان في اشارات الهيه بالبدايه لازم اغير رايي، بغير رايي بكل تواضع مش مشكله. اوكي، بس بيبقى الانسان بموقعه دون اي تطور دون اي تقدم اذا ما مشي بمشيئه ربنا، او اذا ما كان عم بيرافق حياته مشيئه الرب؟ يعني انا ببقى بموقعي ما بعود بتقدم ابدا اذا انا ما تمشيت مع مشيئه الرب، او مشيئه الرب ما كانت الى جنبي. لازم الانسان دائما يكون عم بيطلع الى الامام و ليس الى الوراء، يمشي الى الامام. نعم. كان نحن الترنيمه بتقول خذ بيميني ايها القدير، فبقى لشو ليمشيك الخطوه الاولى، مثل ما اهلنا مشونا الخطوه الاولى، لابد انك تاخذ او تاخذ الخطوه الاولى. ايه طبعا في ناس كان ممكن يطلع منهم كثير الكسل، الخوف، الجبن، الاحباط، الانهزام، خليهم رازحين بمحلهم. لا لازم اتقدم، الله عنده مشيئه صالحه لإلي، مش لازم تتقلقل قدماي. هي العباره بهي الاهميه، لازم اخذ الخطوه الاولى وامشي، وانا عم بمشي كمان بكتشف مشيئه الله اكثر، ولما نبلش امشي بمشيئه الله بلش تيجي البركات، او بلش مزبوط. يجي الدعم الالهي او الرضا الالهي. الله ولي التوفيق، بمشي والله بيوفق، وبكتشف حالي مأخوذ بمشيئة الله لخواتيم سعيدة. وهيدي اسألي الناس كلها اللي اتكلوا على الله، هيك اكتشفوا مشيئة الله، وهيك الله بيركهم مع مثل ما بيقولوا. أسيس، بنهاية لقائنا الحلو ولو اليوم هيك فقدناك معنا مباشرة على الهواء، شو بتحب تقول ككلمة أخيرة لكل العالم يلي عن جد هن حابين يكون الله بحياتهم، حابين تكون مشيئة الله بحياتهم، ولما عن جد هيك بتختلط علينا الأمور ومنضيع منقول لتكن مشيئتك، فهول الأشخاص شو بتقلن؟ أول شيء بشكرهم إذا متابعين معنا الموضوع اللي هو بغاية الأهمية، وبدي أقول شيء، الأسبوع القادم بدي أحكي كيف، بأي أدوات، بأي آليات الله بيعلن مشيئته لإلنا. نبوة، رؤية، حلم، ناس، الأسبوع الجاي بنحكي عنها، ولكن بدي أقول لهم الآية اللي حكيها بولس الرسول فيها كثير من الثقة والرجاء. نعم. واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى التمام. هذا اللي بدي أقوله. كون واثق أنه الله عم يشتغل بحياتك، وأنت عم تستسلم لإله، الله رح يمسكك بإيدك ويكمل من خلالك عمله فيك. هيدا أهم شيء. اسمح لله يشتغل من خلالك، اسمح لله يشتغل بحياتك، واسمح لله يشتغل من خلال الظروف مهما كانت صعبة. هيدي الظروف هي مثل الفرن يلي بينضج العجين،
فبقى نحن بدنا نروح لنضج بحياتنا، مش بس ناطرين الله مثل بابا نويل يعني يعلو المشيد بيجيب الهدية على الخفيف وعلى السريع، لا، في شيء بده يصير فينا نحن نتغير إلى تغيير. الأفضل، فكون واثق إنه الله يعمل وعنده إرادة لإلك وإرادة صالحة بده يكمل معك إلى النهاية. نعم. أسيس الدكتور إدغار طرابلسي، أنا بدي أشكرك على هالحضور اليوم معنا يلي كان عبر تطبيق زوم. بتمني لك أوقات حلوة بشمال، إن شاء الله جمعة الجاية يا رب نشوفك عنا باستديوهاتنا، وإلى المزيد من اللقاءات. أهلا وسهلا فيك أصدقائنا. نحن هلأ بنروح بريك صغير وبنرجع بنتابع معكم مباشرة على الهواء.